السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. جولة سريعة للاعب المنتخب الوطني في دوري أبطال أوروبا، رياض محرز مانشستر سيتي ضد نادي بورتو، اللي انتهت بفوز رفقاء رياض محرز بثلاثية مقابل هدف. رفقاء رياض محرز أو نادي مانشستر سيتي بدأوا بطريقة لعب 4-3-3، دائما محرز كمهاجم جناح أيسر. بداية المقابلة كانت نوعا ما ضعيفة من نادي مانشستر سيتي، خاصة الشوط الأول كانوا متأخرين بهدف صفر. العودة تاعهم جاءت عن طريق ضربة جزاء بعد ما تحصل عليها سيرلينج ونفذها أغويرو. مجمل الشوط الأول يعني مستوى تحت دون المتوسط لمانشستر سيتي. رياض محرز أعطاه بعض الكرات، خاصة الجوندوغان اللي ضيعها، وكادوا على إثرها أنهم يديروا هجمة مضادة اف سي بورتو ويسجلوا الهدف الثاني. في الشوط الثاني نوعا ما شفنا مانشستر سيتي تحركت، لكن التحركات هذه في البداية كانت تسودها بعض الأنانية، خاصة من سيرجيو أغويرو لما كان رياض محرز وجها لوجه، وكان مساحة فارغة بين المدافع ورياض محرز، لكن هو فضل أن يمرر الكرة لسيرلينغ، وبالتالي ضاعت الكرة كفرصة مهمة. من بعدها محرز أصبح يرجع للخلف، يعني يرجع لوسط الميدان لكي يستلم الكرة، وهذا نظرا إلى الخلل الدفاعي أو ضعف دفاع مانشستر سيتي. ضعف دفاع مانشستر سيتي اللي أصبحوا يعني لاعبي وسط الميدان يرجعوا نوعا ما للخلف لمساعدة الدفاع، مما أجبر رفقاء رياض محرز في الهجوم، منهم غاندوغان، منهم رياض محرز، برناردو سيلفا، الرجوع للوراء لاستلام الكرة مثل ما توضح الصورة. أيضا لقطة المخالفة تمنينا احنا يسجلها رياض محرز، لكن غوندوغان هو اللي تولى تنفيذها، نظرا انها جاية على الجهة اليمنى ليه يعني، والجهة اليسرى اللي بعيدة نوعا ما على رياض محرز. لكن مع الهدف الثاني مخالفة رائعة من غوندوغان. سيرلينج في الشوط الأول ما عدا يعني ضربة جزاء اللي تحصل عليها كان تائه في الشوط الثاني، ضيع العديد من الكرات. رياض محرز أيضا قدم كرة رائعة على الرواق لكيلي ووركر، لكن للأسف أنه توزيعة كيلي ووركر لم تلقى مهاجم رأس حربة صريح لتسجيل الهدف. سيرلينج من غير العادة أنه أصبح غير أناني مع رياض محرز. سيرلينج من غير العادة أصبح غير أناني مع رياض محرز، وأصبح يعطيه الكرات كما تشوفوا هنا، تفوق عددي 3-2. سيرلينج وبرناردو سيلفا ورياض محرز فضل يعطي الكرة لرياض محرز اللي خرج وجه لوجه، لكن للأسف ضيع الكرة ضد الحارس، يعني وجه لوجه ضيع الكرة. نقدر نقوله ربما هذه من المباريات اللي أداها رياض محرز بوجه شاحب نوعا ما، وخاصة أنه الفريق نتاعو كان خارج إطار، يعني الفرديات فقط هي اللي من تفوقت وهي اللي من أعطت الفوز لمانشستر سيتي. تنقيط رياض محرز حسب موقع هوسكور أعطاه 6.6 كثالث أسوأ لاعب بعد الحارس إيدرسون وغارسيا. أيضا موقع صوفا سكور العالمي أيضا أعطى لرياض محرز أسوأ تنقيط بعد الحارس، 6.4 أسوأ تنقيط بعد الحارس. اليوم نقدر نقوله يعني رياض محرز كان نوعا ما غايب حقيقة، هذه أمر واضح. لو نعملنا مقارنة بين في الخارطة الحرارية بين رياض محرز واللاعب بورتو دياز، وجدنا أنه رياض محرز باللون البرتقالي لمس الكرة حوالي 58 مرة، لكن دائما في الرواق ولا في الجهة اليمنى لرياض محرز، يعني ما انحصر لعبه دائما في الجهة اليمنى 58 مرة. أما اللاعب دياز لاعب بورتو 30 مرة لمس الكرة.
نروح اللاعب ايضا الاخر الدوري الجزائري الاخر رامي بن سبعيني اللي لعب فريقه ضد نادي انتر ميلانو وانتهت المقابله بتعادل هدفين بهدفين في ملعب الانتر كمقابله قويه جدا جدا. رامي بن سبعيني ورفقائه لعبوا بطريقه 4 2 3 1. رامي بن سبعيني تحصل على ضربه جزاء سجل من خلالها هدف التعادل لفريقه واصبح رامي متخصص في تسجيل ضربات جزاء. الشيء الملاحظ انه رامي بن سبعيني بدا يتطور المستوى تاعه وهذا امر ممتاز وامر يبشر بالخير لرامي بن سبعيني والمنتخب الوطني الجزائري. رامي بن سبعيني حسب موقع سوفا سكور اعطاه ثاني احسن لاعب في المقابله من جهه فريقه، ثاني احسن لاعب من جهه فريقه 7.3 مقابله قلت ونعاود. يعني خاصة دفاعيا رامي دار أدى الواجب نتاعو في ظل قوة وشراسة هجوم الإنتر. أما موقع سكورد فأعطاه 7.2 رابع أحسن لاعب من فريقه. رامي بن سبعيني مقارنة درناها بين الخريطة الحرارية بين رامي بن سبعيني ولاعب كولاروف. رامي بن سبعيني باللون الأزرق لمس 83 كرة، لمس الكرة 83 مرة. أما كولارو باللون البرتقالي لمس الكرة 81 مرة. الأمر الممتاز في رامي أنه رامي قلتها ونعاودها رامي بدأ يتطور في المستوى تاعو خاصة بعد ذهابه إلى الدوري الألماني. نتمنى التوفيق لرامي بن سبعيني، كما لا ننسى أيضا اللاعب الدوري الجزائري رياض محرز في مزيد من المقابلات. نتمنى كل التوفيق للاعبي المنتخب الوطني الجزائري.